دلوقتي انا احنا نعرف بعض من زمان تمام. تسلم ايدك يا بيسو. تعرف هل ينفع حبيبي. لا حد دول يجي يقول لي اقعدي في البيت ما تشتغليش؟ شخصيتك انت؟ اه شخصيتي لا. انا طيب شخصيتك انت لا. طيب في الكون انت شايف ان دي حاجه طبيعيه ان حد يطلب الطلب ده؟ سوري انا ما فهمت شو هي بتتكلم على فكره الشغل. هل بنتكلم على الاروى دلوقتي مش على العموم؟ هي بتسالني بتقول لي انت بمعرفتك بيا ينفع حد يقول لي تقعد في البيت وما تشتغليش؟ فقلت لها بمعرفتي بيك انت انت ما تقبليش. اوكي فبتقول لي في الطبيعه كنت لسه هرد. يعني انه طبيعي انهم ليه ما تعدي بالبيت؟ يعني ما فهمت شو المشكله يعني لا يعني إنه ليش حتى ما تعدي انت ببيتك مستته معززه امورك كويسه؟ ليه التعب والجهد الفاضي هذا اللي بنعمله مشان شو؟ على شو عن جد عم بسال؟ علشان اوكي عن جد هرد عليك علشان البني ادم اي بني ادم ست او راجل محتاج يحس ان هو اتخلق لسبب للشغل. غير الخلفه يعني لا. اوكي لا غير كده احنا ممكن نبقى ده سبب في حد ذاته حلو اوكي بس يعني بس حتى عيالك بيروحوا المدرسه وبيكبروا بعد كده بيسيبوك انت كبني ادم لو حصل اي حاجه لو جوزي مات تمام انا ايه الاقي نفسي في الهوا مش عارف اعمل اي حاجه ما عنديش مستقبل يعني انت دلوقتي مفيش ثقه يعني في نفس الوقت ما عندكيش ثقه في الطرف الثاني يعني ان هو ممكن يسيبك في اي وقت ممكن يموت لو مات لو اي حاجه فعلا يعني ممكن انت تشتغلي لعدم احساسك بالامان يعني هذا اللي فهمته لا لكن علشان احس ان انا ليا كيان هو الكيان دائما هذا بيجي من الشغل مظبوط كل واحد طبعا له حاجات بتاعته انا حط النظريه هي براسكم فعلا لا عن جد عن جد انا باسل. ما بعرف اول حاجه بس ولا احمد كدا. ولا كريم ولا بشير ولا طلال راجل عموما يعني راجل عموما بدك يعني مين اللي حط هذا الموضوع؟ ما تتكلمش معايا بالطريقه دي ما تتكلمش معايا بالاسلوب ده مبدئيا انا بقول منطق